كيف أفسر ما تحدث به بايدن وإقراره بأن الحج الشعبي ومؤسسة تابعة لإيران وتابعة للحرس الثوري الإيراني؟ ماذا يعني هذا وكيف سينعكس ربما هذا الإقرار في الأيام المقبلة أو هذا الحديث؟ تفضل. هناك نوع من نوع التخبط الحقيقي لدى السياسة الأمريكية. مثال هو يعترف تصرفات بايدن. الضربات اللي سابقة قبل أيام الأوكرانية لما نشرت إنه الواشنطن بوست أو لأنه هذه ضربات هي رادعة هي تجريبية، إلى الآن هذا الأمر غير مفهوم. أعتقد أن يهاجم الحشد الشعبي اليوم إنه الحشد الشعبي كمسمى هو كقوة عراقية أمنية متاح لها التشريع من قبل القانون والبرلمان العراقي، أي إنه قوة عراقية رسمية لا تختلف عن بقية القوى. أن يصفها الآخر لأنه قوة تابعة إلى إيران، هناك هذه المفارقة الكبيرة. هذا هو منطقة الخطر الحقيقية. اليوم أمريكا تعي وتدرك حجم إيران الحقيقي في المنطقة. إيران في العراق، إيران في سوريا، في لبنان، في اليمن، في البحر الأحمر، وتعرف أنه في فلسطين، وتعرف كذلك أنه جميع القوى والفصائل التابعة إلى إيران تملك تسليح قوي وكبير خارج عن المعروف بالسابق قبل 7 أو 8 سنوات. لذلك تدرك جيدا أن أي خسارة وأي تهور في مسك الأرض العراقية بمعنى أنه فقدان السيطرة الكاملة لأمريكا بالمنطقة. لذلك أمريكا تسعى إلى إثبات وجودها الحقيقي في العراق. طيب.